آداب الطعام. نعم، أولا لابد التسمية قبل الطعام، تقول بسم الله قبل الطعام قبل الشراب. إذا نسيت تقول وقت ما تذكر، لكن تقول بسم الله أوله وآخره. طيب، إذا شبعت تحمد الله، لأن هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. أي طعام يقدم إليك تريد تأكل كل، وإلا لا تأكل. أما تقول هذا طعام غير جيد هكذا، هذا لا يجوز. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، عليه الصلاة والسلام. نعم، الأصل أن تأكل وجوبا باليد اليمنى، كبير الأكل باليد اليسرى. تأكل بالملعقة أو بالشوكة ما في مشكلة، لكن يصح أنك يعني تقطع السكينة هنا والشوكة هنا وتأكل باليمنى لا العكس. نعم، وتأكل بثلاث أصابع. نعم، ثلاث أصابع فقط، لا تأكل هكذا بالخمس، تأكل وترمي. نعم، هذا ما يجوز. نعم، يكبس هكذا ويرمي أصابع لا. ويأكل الإنسان، الأصل أنه يقسم المعدة إلى ثلاثة أقسام: قسم طعام، وقسم شراب، وقسم يتركه للنفس. نعم، ولا يأكل حتى يشبع، لا، إلا نادر. يعني الذي أتعب الناس اليوم كثرة الطعام والشراب، يعني وقت الفراغ إيش يصنع الإنسان؟ مجرد يجد فراغ يذهب للأكل، للشراب، يأكل أي شيء، مكسرات كذا. نعم، أخي وجدت وقت فراغ، روح صلي، اقرأ قرآن، اغفر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فانصب. نعم، عندنا إشكال في شرب الماء، يعني الماء هذه القارورة يشرب هكذا، يجعل هواء يدخل فيها. نعم، هذا أدخل الهواء إلى هنا، تلوث الماء. ابعد عن فيك، اشرب هكذا. نعم، يعني لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بركة الطعام الذي ذهب فوره، يعني ليس الحار اللي فيه دخان. نعم، الآن لو عندنا إناء فيه طعام، الأصل أنا أكل من أمامي، لا أكل من أمام هذا الأخ اللي أمامي. أنا هنا عندي قطعة لحم صغيرة، وهو عنده ما شاء الله قطعة كبيرة، لا يصح أن أتعدى عليه. ترضى بالذي قدر الله سبحانه وتعالى لك، ما تتعدى عليه وتأكل من أمامي. نعم، إلا إذا كان الطعام أصناف مختلفة، مثلا يعني سلطة أنواع مختلفة، هنا خس وهنا حمص وهنا مثلا أي شيء. نعم، إذا مختلفة يصح، لكن تعد إلى هكذا ليس من أمامه. نعم، من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا، فالنتيجة خسر كثيرا. قلنا يصح أن تشبع أحيانا، لكن هذه لا تجعل عادتك دائما. نعم، لابد أن تتحرى الطعام الحلال، لا تدخل إلى جسدك إلا الطعام والشراب الحلال. لكن يعني طبعا دون تنطع، بعض الناس يعني يتنطع يتجاوز هذا الحد. نعم.